ومن مواضيعنا الجميلة اللي اخترناها لكم في حلقة اليوم هي الثقة الجميلة في الطبيب السعودي، واللي كانت حديث السوشيال ميديا الأسبوع الماضي، وهذه المرة من القصيم تحديدا بعد انتشار صورة لإحدى المجمعات الطبية، وهي فخورة جدا بتوظيفها مجموعة كبيرة من الأطباء السعوديين الشباب. طبعا الصورة كانت مبهجة وحفزتنا أكثر أن نسلط الضوء على هذه التجربة. اسمحوا لي نتكلم تفاصيل أكثر مع ضيفنا منورنا عبر سكايب الدكتور أنس الرميخاني، طبيب أسنان ومدير العيادات. أهلا وسهلا فيك دكتور، وصراحة نحييكم على هذه البادرة الجميلة والأكثر من رائعة، يعني الاعتماد على توظيف الأطباء السعوديين، ونحتاج معاكم أيضا هذه التجربة. أهلا وسهلا، حياك الله أستاذ لميا، عبر ساعات شرفنا في هذه المقابلة. أول شيء اللهم لك الحمد، يعني هذه لم تكن مبادرة بقدر ما هي كانت يعني هدف وتحقيق رؤية العيادة، وأيضا أحد مستهدفات رؤية المملكة 2030، وهي توطين التخصصات، جميع التخصصات، سواء من طب أسنان، طب العام، وجميع المهن في الموارد البشرية. فإحنا بدأنا من حيث توطين الأطباء لنسبة 25% قبل سنتين، بدأت نسبة توطين 25% كمرحلة أولى، ومرحلة ثانية 30%. فمن هذا الوقت احنا سعينا إلى الوصول قبل الآخرين، أن نصل لتحقيق نسبة التوطين 100%، وهي لم تكن فقط نسبة توطين، بل كانت يعني نسبة توطين بالإضافة إلى أن جلبنا كفاءات عالية، اللهم لك الحمد، يعني بالعيادة جلبنا ما يزيد عن 20 أو 24 طبيب سعودي داخل مكان واحد، وهذا أحد يعني الأشياء اللي نفتخر بها كسعوديين، اللهم لك الحمد. ما شاء الله تبارك الله، يعني عندنا أطباء شباب مبدعين جدا. هنا حابة أسألك عن طريقة استقطابكم لهذه الكفاءات. للأمانة الأمر ليس بالسهل أنك تستقطب كفاءات عالية، سواء من استشاريين، من أخصائيين، من طبيب عام، في جميع التخصصات. يعني المركز في عيادة الدكتور توفيق اللهم لك الحمد جلبنا أخصائيين في جميع التخصصات واستشاريين. هذا الأمر جعلنا يعني أكثر فخر وأكثر قوة على مستوى منطقة القصيم وعلى المملكة بالمجمل. يجينا المراجعين من جميع الأماكن يبحثون عن هذول الأطباء أصحاب التخصص، يعني ملك الحمد في زراعة الأسنان، يعني نجد عندنا الدكتور عبد الله جنبي أحد الدكاترة المميزين جدا، يعني الدكاترة في تخصصات متعددة، سواء من تقويم الأسنان، من زراعة الأسنان، من الابتسامات، الدكتور سامي الضيحي، الدكتور عادل الحربي، الدكتور فارس الطيري، دكاتره مميزين كمستشارين متخصصين في علاج العصب، الدكاتره مثل الدكتور ايضا الطيري وغيره من الاطباء. الاطباء هذا جعلوا لنا قوه في منطقه القصيم مثل ما ذكرت لك، والمجمل على المملكه اللهم لك الحمد. جميل. فلم يكن بالسهل استقطاب مثل هذه الكفاءات كلهم في مكان واحد. جميل جدا. طيب دكتور انس، يعني ودي اسالك صراحه، ايش التخصصات اللي ما كنا نشوف فيها اطباء سعوديين ونقدر نقول اليوم ان تغيرت هذه الصوره خصوصا في مجال الاسنان؟ عشان ما نجحف صراحة، يعني الأطباء السابقين من الأطباء المميزين من السعوديين في تخصص، يعني من ما شاء الله تبارك الله أطباء مميزين من سنوات، يعني أساتذة لنا من سنوات موجودين، ولكن من التخصصات المميزة وأكثر تطورا ويعني استخدام للتقنيات الحديثة، مثلا زي في علاج تقويم الأسنان الدكتور عادل حربي يستخدم تقنيات مميزة وحديثة لخدمة المراجعين، مثلا على سبيل المثال في ايضا زراعة الاسنان لم يكن كأطباء سعوديين ذو كفاءة عالية موجودين، فالحمد لله الان موجودين اطباء من جميع التخصصات هم سعوديين في عيادتنا عيادة الدكتور توت. جميل جدا. طيب صراحة يعني جاء الوقت اللي أسألك على تأثير هذه الخطوة على تفاعل المجتمع معاكم. يمكن كلنا شفنا هذه الصورة وشعرنا يعني صراحة بالسعادة والفخر لهذه الخطوة، خصوصا رواد العيادات الطبية، فكلمني أكثر عن هذا التفاعل.
اللهم لك الحمد، التفاعل كان جميل يعني، والشيء الأجمل أن كنا واثقين من هذا الطاقم الموجود. يعني لو كان هو فقط يعني مبادرة دعم الأطباء، فقط لدعم الأطباء السعوديين، قد تكون يعني ناقصة، ولكن اللهم لك الحمد كانت في دعم أطباء سعوديين ذو كفاءة عالية وباستخدام تقنيات حديثة. فهذا اللي يعني كنا واثقين أكثر عندما حصل الصدى اللهم لك الحمد على السوشيال ميديا والمواقع التواصل، يعني كنا واثقين أنه من التجربة الجاي أو الخطوة القادمة بيجيك مراجعين أكثر، يعني لابد يجيك في عدد أكبر أيضا بمتطلبات أكثر، فلابد أن تكون واثق من هذه الخطوة في مسألة يعني نقول إرضاء المراجعين اللي راح يجون عندك في المركز. وأكيد يعني إن شاء الله أنكم جاهزين بإذن الله، ما في شك يعني. وإحنا دائما راح مراجعين من المملكة يعني، وحتى أيضا من واحد من الأشياء المهمة اللي دائما نذكرها وجود الطبيب السعودي، يعني أصبح يعني نفس الماركة، ماركة ذات جودة عالية. يعني جميع العيادات تخصصها، احنا خطونا خطوة يعني جريئة اللهم لك الحمد في استقطاب جميع الطاقم الطبي السعودي، ومن بعد اللهم لك الحمد نشوف العيادات الثانية بدأت تسعى للشهادة وأنها تستقطب أطباء سعوديين. صار مثل ما قلت لك ماركة، يحاولون يسوقون لأنه عندنا طبيب سعودي بهذه الكفاءة. فاللهم لك الحمد أننا كنا من أوائل المراكز التي تفخر بالطاقم الطبي السعودي. طب في نقطة مهمة فيما يتعلق بتناقل الخبرة بين فريق الأطباء، هذا شيء مهم جدا، فكيف بيكون الاهتمام بهذه النقطة وأيضا في تجربتكم؟ صحيح، اللهم لك الحمد. يعني واحدة من الأشياء المهمة عندنا تواجد أطباء يعني من بداية سعينا، وهو نسعى إلى جلب أطباء ذو كفاءة يعني استشاريين وخصائيين، ثم عاد فيما بعد بدأنا بالخطوة الثانية وهي استقطاب أطباء حديثين التخرج. يعني عندنا ما شاء الله تبارك الله من الاستشاري حتى حديث التخرج من عام 2021. فيعني هذا التناقل الخبرات هذه فيما بينهم، صحيح انه في جاب كبير ما بين الاعمار وكذا، ولكن كلهم يعني نقول على قلب واحد، كلنا يعني سعوديين وجالسين نشتغل لهدف واحد. فواحد من الاشياء المهمه يعني او الاشياء اللي كانت جميله انه كان عندنا اطباء اساتذه بالجامعات، وفيما بعد بعد مرور سنتين يعني جانا من طلابهم الان اطباء عندنا موجودين، فهذا الطبيب وهذا الاستاذ. فيعني هذه واحده من الاشياء الجميله اللي دائما احنا نذكرها في وجود اطباء سعوديين عندنا اللهم لك الحمد مميزين. والجميل في الموضوع اكثر دكتور انس انه ما شاء الله تبارك الله اقبال الشباب والبنات على تخصص طب الاسنان يعني رهيب جدا، فودي يعني اعرف منك ايش اكثر التخصصات اللي تنصح الشباب بالانخراط فيها في مجال الاسنان كونها مطلوبه يعني اكثر من غيرها اليوم. السؤال صعب صراحة، ولكن لابد أن نقول لكل طبيب يعني متخرج يبحث عن الدراسات العليا لابد يعرف وش أكثر شيء ما يميزه كطبيب. أنت وش يميزك في أثناء دراستك، تعرف الأشياء اللي تميز به فتتجه نحوه. يعني لابد أنك تشوف رؤيتك وين راح تكون مميز، مثلا في علاج التقويم، مميز في والله التخصصات الثانية، في تخصص اللثة، في تخصص الجراحة، في تخصصات متعددة. فأنا خلاص أبحث عن هذا التخصص وتوجه له بناء على رغبتي وما كنت متميز فيه أثناء الدراسة. هذه واحدة من الأشياء المهمة أنه لابد أن الطبيب يعرف. ويعني أنا أشوف لو كان هذا السؤال ممكن أنا حولته لحد الناس اللي مثل ما يقولون الاستشاريين اللي عندنا عشان يجاوبون لكم إجابة. لا بالعكس، يعني إجاباتك كانت مفيدة يعني ومقنعة بشكل رهيب جدا. يمكن هذا الصح، الواحد يشتغل على الأساسيات اللي عنده أو الأشياء المبدع فيها أكثر في حياته، فيشوف أكيد نقطة اهتمامه وراح يحاول ويبدع أكثر في هذا المجال كونه مهتم بهذا الشيء. ولكن خليني دكتور أنس استغل تواجدك معنا اليوم وأسألك عن التقنيات الحديثة في مجال الأسنان أو طب الأسنان، إيش آخر التقنيات اللي وصلتنا اليوم؟
تقنيات عديدة ومتعددة، اللهم لك الحمد. يعني من الأشياء اللي نستخدمها داخل عيادتك دكتور توث الميكروسكوب في علاج العصب للحالات الدقيقة. يعني واحدة من الدراسات احنا اللي سويناها في العيادة، يعني من الأشياء المميزة اللهم لك الحمد أن نسوي دراسات كل فترة. فواحدة من الدراسات اللي سويناها على المراجعين اللي يجون يحضرون عندنا دراسة على حالات علاج العصب، يعني وجدنا علاج حالات العصب 55% يجينا من الحالات، يعني دراسة فوق 1000 حالة 55% منهم كانوا علاج عصب، و 45 من الحالات إعادة علاج عصب سابق يعني لم يكن بشكل جيد. نسبة رهيبة. فهذه واحدة من الأشياء اللي يعني احنا دائما نذكره، انه اختيار الطبيب في التخصص المعين لازم انك تروح لطبيبك المتخصص عشان يحل المشكلة بشكل أكثر دقة. واحدة أيضا من التقنيات الحديثة جهاز الطبعات اللي هو 3D، يعني احنا ناخذ الطبعات سابقا على العجين اللي هي تاخذها طبعة الأسنان، احنا ناخذها بشكل صورة 3D على الأسنان، نشكل هذه الصورة سواء في تقويم الأسنان أو في التركيبات، فنتجنب في بعض المراجعين يعني يسبب له مشاكل هذه الطبعات اللي هي التقليدية. احنا استخدمنا الله ملك الحمد هذه التقنية انه نطلع بجودة اكثر وايضا باكثر سلاسة وسهولة للمراجع. جميل جدا، شكرا لك دكتور انس، يعطيك الف عافية، نتمنى لك كل التوفيق. الله يبارك فيك، اهلا وسهلا، حياكم الله. مشاهدينا مكملين معاكم، وبعد الفاصل كيف تفاعلت المقاهي مع اليوم العالمي للقهوة.